في بيانها الختامي لحصيلة صكوك أضاحي الأوقاف، أكدت الوزارة أن إجمالي ما حصلت عليه بلغ 105 ملايين جنيه، مما زاد من كميات اللحوم على المحتاجين. هذا وتواصل وزارة الأوقاف عمليات تجهيز اللحوم لتوزيع الدفعة الثانية على المحافظات خلال الأيام الحالية، حيث تتفاوت حصة كل محافظة ما بين 40 إلى 60 طنا يتم توزيعها بالكامل على الأسر الأولى بالرعاية. وتستمر استعدادات وزارة الأوقاف في تجهيزات لحوم صكوك الأضاحي من الدفعة الثانية لتوزيعها على المحافظات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى مساعدة الفقراء والأسر الأولى بالرعاية في مختلف عموم القطر المصري. اليوم 120 طن تم توزيعهم بالفعل على المستحقين، وإن شاء الله جاري بالنسبة لباقي المحافظات، لأن إحنا عممنا أو جميع المحافظات تم لها الوصول بالفعل لها ايضا من لحوم الاضاحي بالفعل كل المحافظات. طبعا في بتجيلنا اللحمه زي ما حضراتكم شايفين لحوم هكذا عجول انصاص، ثم تخش التشفيه، تدخل التشفيه ثم التقطيع ثم التعبئه ثم التجميد ثم بعد ذلك التحميل للسيارات. فاحنا عندنا طبعا درجه التجميد في النفق بتصل الى 26 تحت صفر، ما اقدرش اطلع اللحمه من النفق او من التجميد اقل من ذلك. بعد كده بنطلعها ونعبيها في كراتين وتصل بعد ذلك إلى السيارات، والسيارات دي طبعا مبردة إلى أن تصل للفقير إن شاء الله. مشروع لحوم صكوك الأضاحي والذي يأتي في عامه الرابع، حرصت الأوقاف بعد ذبح رؤوس الماشية في الوقت الشرعي أن تقدم اللحوم في أبهى صورة لها من خلال متابعة دقيقة مع مسؤول وزارة التموين لوصولها مغلفة للأسر الأولى بصك الأضحية في الجمهورية كافة. اللحمة بتجيلنا هنا في برادات مبردة من المجزر أبو سنبل، تخش عندنا هنا في مجزر البساتين، تخش لحمة بالعض مبرد مكشوف عليه مختوم بختم الطب البيطري، بندخله احنا عندنا في مجزر البساتين، نخش بعد كده صالة تشفية وتعبئة. في صالة التشفية بنشفي اللحم وبنطلع بنخليه لحم مشفى ونعبيه كيلوات في أكياس. الخطوة اللي بعد كده بيحصل لها صدنج فريزنج أو تبريد مفاجئ ناقص 30 عشان اللحمه تحتفظ بحيويتها، ده في نفق التجميد، وتنتقل بعد كده الى العنابر ناقص 18، فبيكون ضامنين ان اللحمه محتفظه بكامل حيويتها وبكامل تبقى صالحه للاستهلاك الادمي. ادخال البهجه والسرور في نفوس الفقراء والمحتاجين هو الهدف والاولويه الاولى لوزاره الاوقاف من خلال مشروع الاضاحي الفتره الحاليه وتوزيعها على اكثر من مليون اسره هذا العام. من مجزر البساتين، وليد هيكل، التلفزيون المصري.